يعني سيسيل روكوز محامية وما بتقول يعني هيك كلام وأنا بعرفها ووجهها أنا اللي قالته عن أنه إذا بده يصير الدم للركب ما رح يمشي هذا الملف معنا. هذا المنطق يا ست جوزيفين اللي نحن عم نقول ما بقى يمشي بهالبلد. ما يعني ما فيكم تحكموا هذا البلد ترتكب جرائم ما بتكون يتحقق فيها، بيصير موعد استحقاق دستور لانتخاب رئيس، يا بتنتخبوا الرئيس اللي نحن بدنا اياه، ما في رئاسه. هيدا المنطق كله سوا يجب ان يسقط، ونحن منخرطين في اسقاط هذا المنطق، مش باسقاط من يحملون هذا المنطق بهوياتهم وباشخاصهم وبوجودهم. هذا المنطق لم يعد يستقيم، وعلى من يحملون هذا المنطق ان يعدلوا عن مواقفهم. واحد، اثنين، بدي اقول وعلى الهوى وعلى الملأ انه هلا بجون بشهر 6 ب 19 اظن في جلسه لمجلس حقوق الانسان بجنيف، ورح يصير فيه ايضا تحريك مجددا لملف انفجار المرفأ، معطوفا على اللي صار بجلسه شهر 3 شهر اذار، حيث صدر جوينت ستيتمنت، بيان مشترك عن 38 دولة بيدعو فيها الحكومة اللبنانية إلى الإفراج عن التحقيق المحلي. بدي روح أكثر، بدي أقول أنه بجلسة شهر 9، لأنه هو كل 3 أشهر بيعمل أسامبلي جنرال، بجلسة شهر 9 يجب أن نكون جميعا في لبنان مهيئين ومحضرين وحاطين نصب أعيننا هدف أنه من هلأ لوقتها إذا ما رجع طارق البيطار إلى عمله، نعم، وختم تحقيقه وأصدر قراره الإتهامي وأحيل من يجب إحالته إلى المجلس العدلي، يجب أن يصدر، وهذا رح يكون هدفنا، قرار عن مجلس حقوق الإنسان في جنيف بتعيين لجنة تقصي حقائق دولية تأتي إلى لبنان، ما بدي أقول تحل محل القاضي بيطار، تبدأ بعملها من النقطة التي وصل إليها القاضي بيطار، تستجمع المعطيات وترفع تقرير إلى مجلس حقوق الإنسان وإلى الأمين العام وإلى مجلس الأمن لبيان حقيقة ما جرى في 4 آب 2020، لحتى من هونيك ورايح نرجع نحرك الأمور ونوصل لهؤلاء حقهم بدماء أبنائهم وأخوتهم اللي استشهدوا. من هلأ لشهر 9؟ نعم. طيب بدي أنهي الحلقة، بس ما بدي أنهي قبل ما نجاوب على سؤالنا اليوم. إذا وصلنا لحائط مسدود، لأنه أنتم بتعتبروا سليمان فرنجي مرشح تحدي والثنائي يعتبر جهاد أزعور مرشح تحدي، واليوم حتى في بعرف أنه عملنا فرق حسبة فرق بس عفوا جوزيفين، اعتبارنا نحن سليمان فرنجي مرشح تحدي له أسبابه، اعتبارهم هن جهاد أزعور مرشح تحدي غير مفهوم. بس أكثر من هيك، نحن اعتبارنا أنه سليمان فرنجي مرشح تحدي ما بيمنعنا أنه نروح على مجلس النواب ونمارس اللعبة الديمقراطية كما يجب أن تمارس، وأنه إذا سليمان فرنجي أخذ 65 صوت بيكون هو رئيس، وإذا جهاد أزعور بدون ما نعمل حرب أهلية، وإذا جهاد أزعور أخذ 65 صوت بيصير هو الرئيس بدون ما نعمل حرب أهلية. فإذا نحن إذا قلنا أنه مرشح تحدي مش معناتها عم نعطل اللعبة البرلمانية وعم نشل البلد، نعم، وعم نزيد الانهيار، بينما هن إيه توصيفهم لأي مرشح نحن عم نطرحه على أنه مرشح تحدي عم بيقرنوه بنتيجة فعلية هي منع جلسة انتخاب الرئيس. بترجع بتقولي لي شو الحل؟ بقول لك انه مش نحن اللي عملنا. هل هناك خيار ثالث بين سليمان فرنجيه وجهاد ازعور؟ نحن هلا خيارنا جهاد ازعور. ورايحين الى تامين اوسع مشاركه واوسع تقاطع للتصويت الى جهاد ازعور. المشكله مش عنا تنحنا نسال عن الحل. وستعلنون عن اسم جهاد ازعور في نهايه من هلا لنهايه الاسبوع بتكون الترتيبات بشكل عندكم حد ادنى نهاية. 60 وتعملون على 5 اصوات الزياده بالمبدا. ولما بتعلنوا الاحد المقبل يعني من هون لاخر الاسبوع عن اسم جهاد ازعور بتكونوا استكملتم العمل على الحصول على نصف زائد واحد؟ لا يبدا يعني يستمر العمل على ذلك. مش ناطرين نحصل على 65 كلي أمام مثل ما بيقولوا، لنعلن عن الكتل، نعم، والقوى اللي بتأيد علنا جهاد أزعور، ونستكمل المباحثات والمشاورات لتأمين
الأكثرية المطلوبة، وهذا حقنا وهذا واجبنا. وإذا ما دعا الرئيس بري لجلسة شو رح تعملوا؟ لكل حادث حديث، بس أكيد رح يكون في ضغط مستمر ومتمادة لتأمين انعقاد هذه الجلسة. وما بفتكر الرئيس بري بظن سيقع بهذه الخطيئة الكبرى. نعم. إنه يكون في مرشح إجا نتيجة مطالبته بوجود مرشح وربط الدعوة وقال أنا لن أدعو إلى جلسة انتخاب جديدة إلا إذا اتفقت المعارضة، اتفقت المعارضة شرف نفذ ما وعدت به وما يمليه عليه واجبك. معلش.